السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين والمتابعين، وأسعد الله بالخير أوقاتكم. هزيمة الجيش الأمريكي في اليمن تفجر أزمة جديدة بالولايات المتحدة، وإلى التفاصيل. ألقت أزمة البحر الأحمر اليوم الخميس بظلالها على العلاقات بين إدارة بايدن ومشرعين في الولايات المتحدة. شهد الكونغرس الأمريكي في جلسة استجواب جديدة انتقادات واسعة للجيش الأمريكي وسط محاولات قادة الحرب الدفاع عن أنفسهم، وخيمت أجواء التوتر والقلق من تبعات سقوط الولايات المتحدة المريع في المنطقة على أجواء الجلسة التي شارك فيها قادة الجيش وتحديداً البحرية الأمريكية. ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن قائد الأسطول الخامس اعترافه باستنفاذ قواهم خلال المواجهات، واصفا الوضع بالمرهق للغاية. وأكد المسؤول الأمريكي بأنهم لم يعرفوا مواجهات بهذا الحجم، كما أكد وزير البحرية الأمريكية خسائر كبيرة في صفوف قواته لأول مرة، بينها خسارة 3 طائرات. وأبدى أعضاء الكونغرس الأمريكي استياء من فشل القوات الأمريكية في المعركة الدائرة منذ يناير الماضي. والاستجواب يعد الأول من نوعه، ويأتي في أعقاب إعلان الولايات المتحدة سحب بوارجها من البحر الأحمر. طبعا ما يحدث اليوم في الولايات المتحدة من مظاهرات وقلاقل واضطرابات هو نتيجة طبيعية لموقف النظام الأمريكي المجرم من الحرب على غزة التي يقودها الكيان الإسرائيلي المجرم، كما يدل على خطأ السياسة الأمريكية تجاه ما يحدث في غزة، وأن موقفها المؤيد للعدو الإسرائيلي لن يمر حتى على شعبها الذي أصبح يتظاهر اليوم في كل الجامعات الأمريكية، والذي فضح زيف الحضارة الأمريكية التي تتشتت بالحرية والديمقراطية. يعني هناك اعتقالات للطلاب بالآلاف، لذا على النظام الأمريكي أن يراجع حساباته من جديد، ويعلم أن مشروعه الإجرامي في المنطقة لن يمر، وأن دعمه للعدو الإسرائيلي سوف ينتهي بالهزيمة والخسران إن شاء الله. هذا حقيقة تاريخية لا بد أن يستوعبها جميعا. أشكركم على حسن متابعة الإصغاء، ولا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.